السلام عليكم ورحمة الله. ملخص كتاب لماذا من حولك أغبياء لكاتبه شريف عرفة. يعرض في كتابه طرقا جديدة لفهم الناس من حولنا. في الكتاب العديد من الأفكار حول أسباب اختلاف الشخصيات وبعض الاقتراحات لتخطي تلك الاختلافات وكيف يمكن الاستفادة منها للتواصل والتعايش مع الآخرين بصورة أسهل وأكثر فعالية. أولاً، اختلاف طبائع الناس وطرق تفكيرهم. في العادة نحن نحكم على الآخرين بناء على تصرفاتهم، ولكننا نفسر تلك التصرفات على أساس نوايانا نحن، وهذا واحد من أهم أسباب مشاكل العلاقات الاجتماعية والإنسانية. أنت لست دائما على حق، فأنت لا ترى الصورة كاملة حتى تحكم، وهكذا الآخرون. يكمن الحل في أن يقتنع الفرد منا بأن رأيه صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيره خطأ يحتمل الصواب. تحدث الخلافات بين الناس بسبب اختلاف طبيعتهم البشرية وتباين طرق تفكيرهم وتنوع ظروف نشأتهم. بمعرفتك ذلك، تستطيع تقليل خلافاتك من خلال تبني رؤية منفتحة لمن حولك، وبتفهم وجهات النظر المختلفة محاولاً إيجاد طرق لحل المشكلات وليس التركيز على الاختلاف. مفتاح سعادة الفرد بيده، فنحن يتحكم ما بداخلنا فيما خارجنا، وإن غيرنا عالمنا الداخلي سيتغير العالم الخارجي والبيئة المحيطة. مثلاً يمكنك بناء علاقات أفضل مع الناس عن طريق رسم الخطوط العريضة لشكل علاقتنا وتحديد ما هو مقبول وما هو غير مقبول. بالنسبة لك، أنت في عالمك الداخلي، وبالتالي ستجبر الناس في عالمك الخارجي على تغيير طريقة تعاملهم معك. ثانياً، أنت ترى العالم بعيون تجاربك السابقة. قد تشعر بأنه لا يوجد من يفهمك من المحيطين بك، حتى وإن كانوا أقرب الناس إليك، كالأهل والأصدقاء والجيران. هذا ليس بسبب أن الناس أغبياء، ولكن بسبب اختلافهم واختلاف البرمجة العقلية التي نشأوا عليها، واختلاف التربية والتعليم والخبرات التي مروا بها. ذلك كله شكل سلوكهم ونظرتهم للحياة وللآخرين. عندما تتعامل مع الناس وتجد الكثير من نقاط الاختلاف، لا ترتبك أو تستاء، مفترضاً بأنك دائماً على حق، فأنت ترى جزءاً من الواقع ولا ترى كل الصورة. لتكون رؤية أكثر موضوعية وعمق وتتخذ القرارات الصائبة، عليك أن تستفيد من تجارب الآخرين ووجهات نظرهم. تقبل وجهات النظر المختلفة معك، تفهمها وتفهم الأسباب من خلفها. راعي حقيقة أن من تراهم مخطئين ليسوا بالضرورة أشخاصا سيئين، فعدم معرفتهم بالأمور التي تحبها قد تكون بسببك أنت، فربما أنت لست واضحاً معهم بشكل كاف. وتذكر أن الجميع لديه نية حسنة وإيجابية في كل عمل يقوم به، وأن الآخرين لديهم حججهم وبراهينهم التي تثبت لهم أنهم على حق. بتفهمك ذلك، ستتمكن من أن تتقارب مع الناس فكرياً وتساعدهم لكي يتغيروا للأفضل بالأسلوب المناسب. أيضاً، استمع للآخر كي تفهم. لا يمكنك أن تكون صورة عن شخص معين إلا لو تركته يتكلم أو استمعت إليه. وقتها ستعرف كيف يفكر وستستطيع التعامل معه. هل تريد أن يحبك الناس؟ دعهم يتحدثون عن أنفسهم. هل لاحظت في حياتك العملية أن الناس يشعرون بالسعادة والارتياح حين يتكلمون عن تجاربهم الشخصية؟ لو منحتهم هذه السعادة، سيحبوك ويقدروك، سيشعرون أنك مهتم بهم ومختلف عن الآخرين المتمركزين حول أنفسهم. ثالثاً، حول مفهوم الحب والكره. أي إنسان لديه الكثير من الصفات الجيدة ويقوم بالعديد من الحماقات أيضاً. أنت نفسك لست استثناء للقاعدة، لذلك ليس من الصواب أن تكره شخصاً لمجرد أنه فعل شيئاً لا تراه مناسب. عليك دائماً أن تتحكم بمشاعرك وأهوائك كي تفهم. إن كرهت شخصاً، فتذكر أنك لا تكرهه هو لشخصه، بل تكره الفعل الذي قام به، تكره صفة ما موجودة فيه. بذلك يصبح أسهل عليك أن تتقبله هو كشخص،
وترفض التصرف الذي صدر عنه. بالمقابل، فأنت عندما تحب شخصا ما فأنت تحبه رغم أي تصرفات سيئة تصدر عنه. موضوع الحب والكره كما ترى إرادي ويمكننا التحكم به، فيمكننا أن نتقبل شخصا نكره ونتوقف عن النظر إليه بتلك الطريقة. التحكم بالشعور الداخلي أمر سهل، فلا تسمح للعبارات الباهتة أن تسيطر عليك وعلى تصرفاتك تجاه الآخرين. من أكبر أسباب فشل العلاقات هو التعميم والحكم المسبق والتناقض. كن واعياً لتلك الأمور وابتعد عن الكراهية، لأنها ستدمرك وتملأ قلبك بالتعاسة. فكر بالأمر لفائدتك الشخصية. أنت إن كرهت شخصاً ما، بذلك أنت تعطيه سلطة على حياتك. ستكون صورته ملتصقة بذهنك، تدفعك للشعور بالسوء معظم الوقت، ولن تتقدم كما تتمنى. الأفضل أن تتسامح مع الآخرين، بذلك تكون أقوى وأكثر سعادة. رابعاً، العلاقات الناجحة بين الرجل والمرأة. السعادة الزوجية ليست في أن نعيش حياة مثالية، بل في غض الطرف عن زلات وهفوات شريك حياتنا، حتى نحصل على تواصل أفضل وفرصة أكبر للعيش دون مشاكل. في أي خلاف بين الشركاء، ليس من الضروري أن يكون هناك طرف محق وطرف ظالم، لأنه كما ذكرنا سابقا جميعنا لديه مبرراته وحججه وبراهينه على صحة ما يفعل. عند التواصل بين الجنسين، اللغة وحدها لا تكفي. في واقع الأمر، ليس من المهم ما نقوله بقدر أهمية الطريقة التي تقوله بها. عندما تتعامل مع الجنس الآخر، عليك أن تنظر إليه على أنه شخص مختلف عنك. إن الرجل كالحلزون والمرأة كحلة الضغط بالنسبة للرجل. الحب يتناقض مع المنطق، أما عند المرأة فالموضوع مختلف. فالرجل يفقد صوابه حين يحب، بينما تحتفظ به المرأة. وأيضا من المهم أن لا تتبنى أبدا التعميمات السلبية، مثل الرجل لا يهتم بالتفاصيل ولكن بالصورة العامة، المرأة تتكلم كثيرا. خامسا، القيادة ليست منصبا بل اختيار. هناك نوعان من أنواع التواصل بين الناس: التواصل الواعي، وهو الأساليب التي تخاطب العقل الواعي مثل الكلام، فأنت حين تخاطب الطرف الآخر فإنه سيفهم واعيا ما تقول. ثانيا، التواصل اللاواعي، وهو الأساليب التي تخاطب العقل اللاواعي مثل لغة الجسد. أنت لا تفهم واعيا لغة الجسد، لكن عقلك اللاواعي يلتقط هذه اللغة ويفهمها. على سبيل المثال، قد لا تستريح لشخص ما دون أن تدرك واعيا السبب، لأن لغة جسده غير متوافقة مع ما يقول فتشعر بالريبة. كي تكون قائدا ناجحا، عليك أن تتواصل بكلا الأسلوبين. من هو القائد؟ القائد هو ذلك الشخص الذي يتبعه الناس ويطيعوه لسبب واحد فقط، هو أنهم يريدون أن يتبعوه ويطيعوه، ويفعلون هذا بإرادتهم الحرة لأنهم مقتنعون باتباع أوامره. لتصل لهذا، لابد أن تكون مقتنعا على مستوى العقل الواعي واللاواعي. بإمكانك فعل ذلك عن طريق أسلوب المجاراة كي تكتسب ثقة شخص آخر. عليك بأن تجاريه في رأيه، تقلده في نبرة صوته ووضع جسده وكلمات نظامه التمثيلي. نحن نميل لا إراديا للثقة في الناس الذين يشبهوننا، من يتكلمون لهجتنا ويتصرفون مثلنا، نشعر بالإلفة معهم ونستريح لهم. سادسا، التحدث بإيجابية والعقل اللاواعي. هل وجدت يوما أنك عاجز عن التواصل مع شخص معين رغم أنك حاولت جاهدا فعل ذلك؟ هل وجدت أنك لا تستطيع أن تبيع سلعتك لعميل ما رغم أنك حاولت إقناعه باستماتة؟ سنتحدث الآن عن شيء سيكون مفيدا لك في التواصل بشكل أفضل، شيء يسمى التحدث بإيجابية. إن عقلنا اللاواعي ليس مطيعاً كما تظن. ببساطة، هو يستقبل أي جملة ويفكر في كل كلمة على حدة كي يستطيع فهم الجملة ككل.
إذا أردت أن تؤثر على العقل اللاواعي للشخص الذي تتحدث معه، عليك بترديد كلمات تشجعه على أخذ القرار الذي تريده، بالإضافة للكلمات الإيجابية المناسبة التي ستخلق جواً من الراحة في نفس الشخص. الذين يستخدمون كلمات سلبية دائماً في حديثهم ينفر منهم الناس ويتجنبون صحبته. فكر في شخص لا تحب الحديث معه، يا ترى ما هو السبب؟ يشكو دائماً، يثير الإحباط، يسب كثيراً، يلوم الآخرين دائماً. ركز في كلامه وستجد أن الكلمات التي نسميها الكلمات السلبية هي سبب فرارك منه. على الجانب الآخر، فكر في شخص تحب أن تتكلم معه وتستمتع بذلك. كيف تصفه؟ متفائل، مبتسم، يهون على من حوله مشاكل الحياة. انتبه لكلامه وستجد أن الكلمات الإيجابية هي سبب جاذبيته. لتقنع الآخرين، طبق هذا الأسلوب. استخدم كلمات إيجابية دائما في حياتك ولاحظ الفرق الذي سيحدث في علاقتك مع الآخرين. ملاحظات ختامية: نحن لن نتوقف أبدا عن التواصل لأننا نعيش معا على هذا الكوكب، لذلك فقدرتك على فهم وتفسير كلمات وتصرفات الآخرين ستمكنك بشكل كبير على التقارب وبناء علاقات إيجابية معهم. على الجانب الآخر، تذكر بأنه من المستحيل إرضاء كل الناس. إذا لا تحاول أن تستجدي الإعجاب والحب، محاولتك لفعل ذلك استهلاك لحياتك وسعادتك، فلا يوجد أي شخص على وجه الأرض اتفق على حبه كل الناس. إذا أعجبك الفيديو، أتمنى أن لا تنسى دعمنا باشتراك وبإعجاب.